صار عالماشي حاجة تعذب حالك حياتك ولا عشي ماشي لحالك بالدنيا بتموت أحلامك تمحيني والحب عم يكسر ظهرك منك عم يهرب عمرك صار سنين عم يهرب عمرك والحب عم يكسر الحقيقة يعني أنا آسف كتير على سؤالي إنه أنت كنت إنه متزوجة ولا هو سؤال بايخ كتير بس أصلاً مبين عليك أنت لساتك صبية وما حلك تتزوج بس مو هيك مرة إجا هذا زارك بالمعهد آه هذا ابن عمتي أي يظهر ما كنتي مبسوطة من زيارته ما هلا أنا الحقيقة ما بدي فوتك بفوتاتي وقصصي بس احيانا القرايبين يعني بيكون الغريب احسن منه ايه والله مزبوط على كل حال ما في لزوم تعتذر يعني انت بتمون تسال وانت كمان بتموني يعني اذا بتحبي تحكي شيء فيكي تحكي شايفه هون عنا هيك بالمعهد الجو مثل العائله واصدقاء وقت بتحسي حالك عن جد بدك تحكي في حدا يسمع شكرا كثير استاذ ان شاء الله ان شاء الله ببقى بحكي ليش هذا؟ لا استاذ لأنه تعبانة وحابة أحكي، في مين يسمع؟ شو هذا الأسلوب عم تحكي فيه؟ والله هذا أسلوبي لما أسمع هيك مسخرات لك أنت من وين عم تعطي لحالك الحق إنك تحكي معي بهي الطريقة؟ أها ما لي حق ما هيك؟ شرفي أكيد سمعت تعليقك البايخ عفوا دخيلك، روح الحق ما تركب شي ميكرو أو طرطيرة، كل شي إلا مشاعرها شذا بيكفي بقى شو اخذ راحتك وعم تعيط المعهد فاضي كنت انت وياها لحالكم ما والله لحالنا مو شغلك نحن باب معهدنا مفتوح مين ما بده بيجي باي وقت لا 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 محروق قلبك يا قلبي كنت سكره ما كانت قالت لا على كل حال انا بعرف انك مانك وعدني بشي بس مو اخلاق ابنه وتكون معي تبلش نغم مع غيري استنى لطلعني على القليله شذا اطلعي لبرا
اطلع برا؟ ايه بتعمل استاذ حسام، بس مش لزي اللي بنعمل معها هيك، وتذكر هالشي منيح. شو حسام؟ شو صاير؟ كيفك جمانة؟ أنا كثير آسف على هذا الموقف السخيف. لا بسيطة ولا يهمك. اللي فهمني شو صاير؟ خلص بحكي لك بعدين. شايفة ما فرقت معك. مو انه ما فرقت معي، بس انا خلص تعودت عليكم. علينا. والله يا عال، هي اول مره بشوف واحد حريص على مشاعر امه لهالدرجه. يا امي والله انا حريص على مشاعرك، وما بتمنى اشوفك زعلانه ابدا. بعدين انت مانك ناطره شفقه مني، يعني طول عمري بشوفك قويه وواثقه. قويه قصدك لقيمه؟ لا قصدي اللي قلته، قوية وواثقة وصلبة كمان. ما شاء الله، وكان مشان هيك صار فيني اللي صار. انت شو رأيك؟ انا رأيي تضلي كرامتي. يا امي يا حبيبتي، ما انتو طول عمركم عم تمثلوا علينا وعلى الناس تمثيل. حكالك؟ يعني شو بيفرق إذا حكالي؟ حكالك؟ ولك شو شايفني هاد؟ ولك شو شايفني شغلة بيحركها وبيرميها ايمت ما بده؟ ولك شو شايفني؟ يعني معقول؟ لك شغلة بيحتقرها وبيعلن هذا الشيء حتى لابنا؟ لا، وابنا من كتر ما شاء الله ما فار دمه على أمه ما خلى ولا بقى لحتى يدافع عنها. ولك شو شايفني انتو ها؟ شو؟ يا عمي اهدي شوي، اهدي مشان الله. هو كيف شايفك؟ أنا شو دخلني؟ أمي أنت أمي وعلى عيني وعلى رأسي، وهذا الحكي عم بحكي عن جد. أنا عم أقول بما أنه العلاقة فاشلة وأنتم ملاقين يعني مثل صيغة اجتماعية عايشين فيها مشان أنه العالم ما تعرف، فمثل ما عشتوا عمركم كلياتوا عيشوا هيك كفوا هيك. لا يا سيدي ما منكفي، إن شاء الله فات براسك كلام أبوك وحركاته. هاي التسوية اللي أنت عم بتحكي عنها هي أنا طلبتها لأني بحبه، ولأني بدي دافع عن بيتي، ولأني بدي أقبل بالوضع اللي أنا كنت فيه. قلت لحالي بساير بمشي فيها على أمل إنه الأيام تعالج الأمور، بس للأسف إذا هالحيط بحس أبوك بحس. ماما بلا ماما بلا بطيخ. خلص أبوك حط براسه إنه الحياة ما بقى تنعاش، ودار من أرتيست ورا أرتيست لحتى ما الله وقعه بأذكى واحدة من بيناتهم يلي خلته يتجوزها. بس برافو عليها، برافو لكان عملت اللي قدرت تعمله، وبرافو عليه حضرة المدير العام يلي عامل لي حاله نزيه وشريف وقال شو ما بيقبل ولا قرش. ها لكان، لأنه هو بيكون في أخلاق. بس أنا بس بدي أفهم لك يا ناس، لك شلون بتكون في أخلاق هون وهون ما بيكون في أخلاق؟ شلون؟ يا أمي والله العظيم أنا متعاطف مع اللي عم تحسيه، بس أنت ما عم تخليلي مجال أعبر. أنت أمي وعلى عيني وعلى رأسي، وهو أبي وعلى عيني وعلى رأسي. أنا ما عاد بدي أسمع مين صح ومين غلط، خلاص أنا مليت، ما عاد بدي أسمع شيء، خلاص بقى. وهو كمان على عينك وعلى رأسك؟ لك شو ما نعمل بتضل بتحاميله؟ لك آخ، لك آخ، بس آخ. وينك يا رهف يلي ما حدا بالدنيا بحس فيني غير. لسه بدي ربي فيه الدباب. ما بتقصر فيه، بيستاهل والله. فوق لازم يسمعوا لك. عم بيسمعوا لي؟ ليش مين قالك ما عم يسمعوا لي؟ لا لا عفوا، مو هيك قصدي، يعني قصدي لازم ياخذوا رايك بالكبيره وبالصغيره. زهير بيك، نحن بنعمل اللي علينا، بنعمل اللي علينا والباقي على الله يا استاذ زهير. هذا الشيء اكيد. يا سيدي انت ما بتعرف قديش الناس بتحكي بمزاياكم وحكمتكم، بجوز انت تكون احتكاكك بالناس قليل،
بس الناس عندها نظرة يعني فظيعة. نجيب وأمثاله كيف بينظروا لنا العالم؟ إنه هدول اللي عم يعطلوا البلد، واقفين بوش التطور والتقدم يعني. بس أنت إلك شعبية كبيرة بقلوب الناس، ما بتتصورها قديش. لا بتصورها زهير بيج، بتصورها. وشعبنا وفي وبيعرف مين ضده ومين معه. صحتك. صحتك زهير بيج. ضحكتني مع انه مو جاي على بالي اضحك بنوب. ماشي. وبتستاهل على فكره. هلا هيك صار؟ ايه لكان، لما منال بعثت لي مع جنابك كلمتين قلت لي بتستاهل وحده بوحده. طريق انا اسف كثير وما بدي اياك تكون محرج لانه انا بين خالتك. اذا بتحس انه انا لازم اترك المعهد بتركه. لا يا حسام، شو اترك ما اترك؟ بس يعني لو حدا غريب فايت بهذيك اللحظه حلوه؟ لك الله وكيلك مو بايدي، ما عادت سكتت. بس يعني هلا بكل الاحوال افترض انه هي البنت من برات المعهد واجت على المعهد وعملت لي نفس البهدله، مو نفس الشيء؟ يعني ما دخل. خلص خلص، اصلا انا طبيعي اني اتعكر شوي. بس شو هي تترك؟ بزعل منك؟ ولا بلشت اغراءات المعاهد الهاي تاثر؟ ايه ما فشروا، هذا مشروعي مثل ما هو مشروعك، نحن الهاي، على اساس يعني شويه برستيج بدهم يخدعونا. ليش مو عاجبك هداك المعهد؟ شو بعرف مين ماشي حاله، عم يجيبوا اساتذه كويسين. ايه بدليل انه اخذوك. شو يا قلبي معك هلا ضحك اليوم. لساتك فاين؟ شو شايف يعني؟ مين ومين؟ مين ومين؟ مباراة بين فريقين. هدمان، بتعرفني؟ مالي مرق وفطبور. ايه ليه بدك ليش حد فطبور؟ قولي علينا. لا تقبريني، لا لا تتعذبي. خلاص هلا بدك تكركبي حياتك مشان مشاكلنا؟ لكن بلا حبيبتي ولو، والله اشتقت لك كثير. لك امي بس انت ما كنتي عامله حسابك انك تجي بهالوقت. ما بعرف، خلص مثل ما بدك. لا لا خلص قرار. اصلا معي بكره بس مهله لحتى اقرر. ايه بس مالي بحاجتها انا. شايفه لك امي شايفه؟ لا وشخصية واضرب واطرح. لك لا حبيبتي لا تتوسوسيه، مو كل الرجال هيك. الله يخلي لك جوزك وابنك انت ولا يفرقكم عن بعض يا رب. لا امي لا، ديري بالك على حالك. الله معك. تركتني بطريق وبغير ومشيت. ما عاد بدي اياك قالتها وبكيت. وتركتني بطريق وبغير ومشيت. كل شي خلص بيناتنا. تعبتك
على فكرة أنت ما بتعمل لي شي ولا شي، جلد واحد مخادع وكذاب يعيب الشوم عليك، بس بكرة رح تندم على الشزقة اللي كانت ملك إيديك وضيعتها. أما أنا فأبداً ما رح أندم لأني ما خسرت شي، ما خسرت حدا. آسف فكرت موبايلي، جيتك رسالة بالغلط يعني. من مين؟ والله ما بعرف، أول ما عرفت إنه الرسالة مو لإلي تأكدت إنه الموبايل مو لإلي كمان. أكيد ما قريتها؟ ولشو هالسؤال هذا؟ لا يعني بجوز بدك تقرا الاسم أمت. لا أبدا، بس أنا أول ما فتحت الرسالة يعني أول ما قريت عرفت إنه مو لإلي فأنا تركته ما عاد، بعدين الاسم مو مسيب عندي نفس الموضوع فعرفت إنه الموبايل مو لإلي. آه يعني قريت الاسم. هو علينا بقى حسام، عم نقول لك ما قريناها. قل لي شو اللي بدك تقول لي إياه؟ عمتك أنا متخانق أنت وياها مشان موضوع مناقصات. اسمع حسام، أنا موضوع شغلي ما بحب أفتحه وما بحب حدا يتدخل فيه، هذا شغل له حرمته وله أسراره، أنا عم بشتغل وشقى طول الوقت لحتى خليكم مبسوطين ومرتاحين بهالبيت، مو كل واحد والتاني يرجع يعمل معي تحقيق. شو بك؟ قلت صوتك فقول عالم. يفيقوا ولا ما يفيقوا بحفا، العمل لسه كل واحد والتاني بيجي بيفتح معي قصة ويفتح معي موضوع ويفتح معي تحقيق، حسام أنا بعمري بحياتي ما فوت قرش حرام على هالبيت. قول هيك من الاول ما كان حدا داعي لك. قلت لها لعمتك، قلت لها الحكي، ما صدقتني، صدقت هذيك الكذابه. ايه لانه انت قلت انه نص الناس عايشه بهي الطريقه. لا لحظه، انا ما قلت نص الناس، قلت اربع خماس الناس. يعني هو نفس الشيء. لا مو نفس الشيء يا سيدي، لما تقول نص الناس معناتها نص غلط نص صح، اما لما تقول اربع خماس فيك تقول غلط. شفت شلون هي المشكله، انت عم بتدافع عن المبدا. بلا مبدأ بلا بطيخ. اسمع لك، انا هون رجال البيت، انا اللي بحقق مع الناس مو الناس بتحقق معي. لسه كل واحد بيجي بيحقق معي ويفتح معي موضوع. روح شوف هدلاتك، روح شوف خبصاتك، شوف رسائل البهدله اللي عم تجيك. ها معناتها قريت الرساله؟ ايه قريتها لحطها على عينك لورجيك انك انت داير على بنات الناس وعلى تخبيصاتك، جايب بمطلق الاحوال مو هاد لك داير على بنات الناس جاي بدك تحقق معي. لك روح شوف خبصاتك بالاول، مو انت بتحقق معي، انا اللي بدي احقق معك. ايه بس انا ما عم بتسلم على بنات الناس، بعدين هذا موضوع وهذا موضوع. اسمع حسام، الموضوع انتهى، مالي خلق على هالقصاص، الله يخليك، نقطة من أول السطر، انتهينا، العمى. صباح الخير. متضايق ما؟ لا ابدا، بس عم بفكر بالولاد والمشكله. على كل حال بالبدايه رح تكون صعبه بالنسبه لهم، انا كل تفكيري رايح بس لرهف ولرامي مو لامهم اكيد. يعني على كل حال اذا بفكروا بنضوج بعد فتره بيستوعبوا. اي رهف. الو لين بابا، كيفك؟ كيفو جوزك؟ كيفو ابنك؟ انا الحمد لله منيح كثير. ايه بدك تجي؟ اي طيب بابا لما بتجي بنحكي. لا بابا مو بنحكي بهذا المعنى، اللي صار صار خلصنا بابا. طبعا لا ممكن. رهف انتبهي، انت عم تحكي معي بابا، فهمتي؟ لا طبعا مو مقبول هالحكي هذا. على كل حال في اشياء مو مناسب انه احكيها بالتليفون، فهمتي؟ طالما عم تقولي انك جاي فلما بتجي نحكي بالتفصيل يا بابا. طيب مع السلامه. ضايقت ما؟ يعني شوي، بالبداية لازم واحد يتضايق شوي. ماشي ما بعرف، كركبت لك حياتك وداد. انت ما كركبتي لي حياتي، انت ضويتي لي حياتي. بتعرفي قبل ما اعرفك كنت دائما احس حالي اني ضايع، انه في شيء ناقصني، عم دور على شيء. بعدين لما عرفتك عرفت فيكي الحبيبة
وشريكي. لك انت حياتي. وانا بحبك اكثر من صح النوم. صباح الخير رامي. شو بدي منك؟ تتصل بابوك. طيب بس لغسل وشي. لا هلا، لانك لو كنت تاخر دقيقتين انا كنت رايحه فيقك. شوفي سلامتك، مجرد بيت عم ابينا هاد ولا شيء. امي يعني ليش اتصل فيه هلا؟ جاي وبتحكوا؟ ما بدي اياه يجي. بدي تروح تقول له انه ماما خلص قررت الطلاق. اه والله منيح. مقبره قلبك. روح اتصل فيه يلا، وبتقول له انه امي قررت الطلاق وعم تستنى الورقه، بس اعطيها يومين لحتى تضب اغراضها وبعدين بتمشي. امي انت ما رح تطلعي من هون، انا وياك رح نضل هون يعني مثل العاده. هو اخذ بيت لمرته جديده، رح يضل هنيك. والله يعني حاكي معك بكل التفاصيل. لكن على شو عم ينتظرني طالما هو مقرر الطلاق؟ هو مو مقرر، هو يعني اذا انت اخترتي. ايه بس البيت بيته له باسمه. امي مو مهم، انت ما رح تطلعي من هون. طيب ماشي، روح هلا اتصل. ولا اقول لك لا، لا تتصل هلا، روح غسل وجهك وبعدين بنحكي. روح. شو قررتي؟ أنا مالي محتارة لحتى قرر، أنا بدي الطلاق. أكيد. أنت شو بضايقك أكثر؟ إنه يكونوا أبوك وأمك متصلقين ولا أبوك متجوز وحدة تانية؟ لا أمي لا، أنا لا تفكري فيه. بالنسبة إلي كله مثل بعضه. ما شاء الله، كله مثل بعضه. مشان الله ما تفهميني غلط، أنا قصدي إنه هاي القصة بتخصكم أنتوا اثنين، أنا شو دخلني؟ طيب ماشي، روح اتصل فيه وقول له إنه أمي بتقول لك بدها تتطلق وبأسرع وقت كمان. تكرم عينك. طيب بابا طيب، خلص. بس قبل بدي اقعد انا وياك نرتب شوية امور. ماشي؟ طيب حبيبي الله معك. شكرا استاذ. هلا هلا وسهلا. باي استاذ. اسي نجوى لو سمحتي. بالله انتي كنتي طالعة ما؟ يعني ايه؟ طيب تفضلي تفضلي نطلع سوا. يعني انا ما بدي سبب لك احراج، و صار شي امبارح لازم اوضح لك اياه. امبارح؟ ايه امبارح كنت عم تتمرني على الكمبيوتر وحكينا، بعدين انا تركتك. يمكن تكوني سمعتي. ايه سمعت. هذا اللي كنت متوقعه، عشان هيك يعني انا خايف انك تكوني انزعجتي. هلا الحقيقه انا انزعجت، بس مو منك استاذ، يعني انزعجت من الصبيه والحكي اللي حكيته. ويمكن انا لازم اعتذر، يعني اسفه، يمكن عملت مشكله بينك وبين بجوز تكون خطيبتك. لا لا لا، ما لي خطيبتي. يعني اكيد لها مكانه خاصه على قلبك لحتى تسمح لحالها تتدخل بهي الطريقه. هلا ما بنكر، ايه في مكانه خاصه، بس يعني هي قصه وانتهت. على خير ان شاء الله. هلا انت لا تاكل همي، اللي زعجني الموقف مو انت. ايه منيح، كثير منيح، لانه خفت تكوني زعلانه.
كتر خيرك والله. لا ولو نجوى، يعني هو الموقف صار وبجوز ما حدا يشيله من أرضه، بس أنا كتير بخاف إني أزي حدا رقيق وشفاف مثلك. تسلم، كلك ذوق. طيب طيب أنا رح أمشي هلا مشان ما أرجع أتسبب لك بإحراج بشي موقف تاني مع حدا تاني. لا أنا ما عندي حدا يحاسب، قال ما عندي، يعني ما عندي حدا بصفته على علاقة موجودة أو منتهية، بس من العائلة عندي كتير عالم يحاسبوا. بكرة جاية تتمرني؟ ايه على الأغلب. أنا رح أكون موجود. ماشي. طيب يلا يلا بالإذن. مع السلامة. بس بدك تروحي ها؟ يعني مو تعملي لي قصص مشان مشاكلك انت والوالده، انا ما دخلني. لك معقوله ما احضر عرسك؟ لك انت عزيز على قلبي مثل ولاد اخي تمام. تسلمي يا رب. الله يخلي لي اياك. والله زحمه اعراس هالفتره، بتعرف فرح عرسها بعد عرسك بثلاث ايام. فرح ما غيره؟ ايه ما غيره. وشو رح تروحوا؟ والله انا وحسام رايحين، البقيه عاملين حزب مع اكرم، مع انه اكرم نفسه ما له متضايق. يا والله ما بتعرفي، بجوز صار متضايق بعد ما فقست قصته مع رجاء. الله متضايق ومتضايق فرح رفيقتي قبل ما تكون خطيبته وبدي روح. سيدي يلا حسام قوم نادير لرامي خلينا نفتها، حكم بعد الزواج ما في هي كل كام يوم نعملنا فته. رامي؟ رامي خرجوا لعب هلا؟ ما بعرف انا حسيت انه منه متضايق. يعني قد ما كان بس ما لها حلوه، امه قاعده فوق وعم بصير طلاق ببيته. طلاق؟ خلص اكيد؟ ايه بظن. نعم هيك بهالبساطة قرروا نفذ؟ لك الحمد لله هيك رجال عنا، بس ما يعود بدون المرة ما في أسهل من كلمة الطلاق على سامي. هلا حاجة فلسفية، أنتوا التنتين عم تحكوا ما بتعرفوا شيء. الزلمة خيرها للمرة. بين شو وشو؟ بين إنها تقبل بالضرة وبين إنها تتطلق؟ إلا والله تتطلق أشرف لها. حلو والله. بعدين هو دخلك لما تجوز خيرها على أساس؟ روح روح، أنتوا حتى الشرع بتستخدموه مثل ما بدكم. مو أبو رامي اللي بنحكي عنه بهي الطريقة. يعني مو هو اللي بدور على الشرع شو بيعطيه حقوق ليستخدمهم كيف ما بده وين ما بده. ابو رامي زلمه صيته سابه وانت بتعرفي هذا الشيء. ايه والله مزبوط. كمان ام رامي مانا قليله، ما بتتذكري امك الله يرحمها ايه ما كانت تطيقها؟ هيك ايه وانا بعرفها كثير منيح كيف بتفكر، بس هي عم تفكر هيك الزلمه ضل معها 20 سنه، بقى اشمعنى هلا لان طلع على باله يتجوز؟ انا بصراحه ماني عم بحكم مين معه حق ومين لا، وانا بحبه لعمو نجيب كثير اكثر مما بحب مرته. بس يعني هاي التركيبة ببساطة بقرر وبنفذ. دخلك نحنا ليش ما فينا نقرر هالقرار؟ يا حبيبي ليك شو بدها؟ عادي عادي. مرحبا. أهلين لميس. تشربي قهوة ولا منمشي دغري؟ مالك هيك لابسة وحاملة جزدانك ومنمشي دغري، شو السؤال؟ من باب الواجب، بس نرجع نشرب قهوة. هلا أنا بس بدي أفهم ليش نزلتيني كرفتي وإنه هلا هلا؟ لك برمت السوق مرتين وثلاثة وما كنت أعرف أختار شيء، قلت أنت مزوقة بتعرف بركي بتساعديني يعني شوي. شو بدك تجيبي؟ هدية لماجد بكرة عيد زواجنا. ولهلا ما عرفت أختار له هدية، صرت برمي السوق مرتين ثلاثة وما كنت أعرف أختار شيء، بالعادة بعيد ميلاده أو بالفالنتاين بشتري بسرعة، بس هالمرة ما بعرف شو صاير لي. يمكن لانه حابه اجيب له شيء مميز، بتعرفي ما بحب التكرار، حابه هالمره اجيب له شيء مميز كثير كثير، بحب التجديد بكل شيء. شو رواق هالفتره؟ يوم هيك ويوم هيك، انا من ناحيتي ما في شيء بيتغير، ولا اقول لك مبلا، كل يوم بحبه اكثر من الثاني. هلا هو بيعاملك يوم هيك ويوم هيك، وانت كل مالك عم بتحبيه اكثر، شو هاد؟ شو؟ ليكون عم تقويني عليه؟ انا؟ معقوله؟ عم بمزح معك، يعني معقول انت تقويني عليه؟ شو ما بعرفك منيح، بس هو هيك يوم هيك ويوم هيك، يمكن طبيعته يمكن ضغط الشغل، وانا احيانا بزيد شغلات بارده على معنى ابدا، بس هذا ما بيعني انه ما بحبه، لا بحبه كثير، هو علمني معنى الحب. احلى ايام بحياتنا ثلاث سنين اللي قضيناهم قبل الزواج، بس يعني كمان هلا في حب ما في احلى منه اوقات الرواء. بس يا زهى يعني نزلتيني معك مشان هدية عيد زواجكم، هذا الشيء مو كتير خصوصي؟ لك كنت بدي دق لأختي، بس مثل ما عم تقولي هذا كتير خصوصي مشان هيك اخترتك انتي ما في شيء عليك خصوصي. بس اسمعي لقلك وتقولي له انك نزلتي معي
بدي يعرف انه انا المزوقه امشي. هلا هي مو مشكله مشان شهر العسل تبعك يعني اطمن، انا والشباب نتقاسم الشغل، بس انا عم بحكي بشكل عام، يعني بشكل عام عمل مع هذاك مثل هذا الاستاذ وليد، عامل معهد امبراطوريه، عنده حدا مسؤول عن تسجيل الطلاب وعنده حدا مسؤول عن مراقبه الاساتذه، يعني هيك تخيلك بدك لهالشغله. هلا بيني وبينك بدها، يعني انت لازم تكون مدير عام قصص التسجيل وكذا، شو هذا السكرتيره بتشتغل سيدي مفكر بالقصة. يلا مع السلامة يا أهلين. طيب أنا أشوفك بعد الدوام. أوكي. مرحبا. أهلين. شو لحالك؟ إيه والله. طيب بدك مساعدة؟ لا. يا خسارة. هو الحقيقة إيه لازمني؟ إيه هيك بدي إياك. هو الحقيقة يعني ما بدي شيء، بس انت قلت لي اليوم اجي اتدرب. ايه يعني امبارح حسيتك انه في كلام بدك تحكيه وما حكيتي، وبالطريقة الحقيقة ما كنت بدي سبب لك احراج يعني، فقلت هون من الواحد بتدرب وانا بحكي له كلمتين، مع انه يعني للأسف حتى هون ممكن حديثنا ينقطع بأي لحظة، فيفضل. يفضل شو؟ شو يفضل شو؟ بعد هي الزورة بسترجي يقول شيء؟ لا عم بمزح. يا عال. تفضلي تفضلي. كنتي حابة تحكي انه يعني كأنه في حد عندكم بالعيلة عم بزعجك؟ هلا الواحد بيحاول يحط حدود بس لا يخلو الأمر. برافو عليك الحقيقة، لأنه هو موضوع الحدود كتير مهم. ما هيك؟ اي هيك طبعاً، هيك ونص. هو الحقيقة يعني فيك تقول أنه نحن مالنا قرايبين، يعني أنا والماما عايشين بالبيت لحالنا. طيب وأبوكي؟ البابا توفى وأنا عمري 12 سنة. الله يرحمه. تعيش. أنا آسف. لا لا أبداً أبداً ما في مشكلة. شفتي أنا بعرف على مين اعتمد، بعرفك إنك مزوقة كتير. يا ستي تسلمي، بس أنا أكون محلك لا بجيب له هدايا ولا بطيخ مبسمة. لا أنتي فعلاً هيئتك عم تحرضيني عليك، قولي لي شو قصتك؟ شو مصلحتك؟ لا ما لا مصلحة ولا شيء، بس بارح كنا بسيرة هذا جارنا نجيب دراب السخن، إنه يعني لأيمتى المرأة بدي تضل عم تستنى رضا جوزها وقراراته المفاجئة؟ لا وبتكون عم تشعل له العشرة لحتى يرضى. هلا هي صحيح ما أنا قليلة، بس ليكو على أهون سبب راح طارق جوازة ثانية وبدي يطلقها. لك لا حبيبتي أنت ما بتعرفيها منيح لهي إمرامي، مو بالضرورة تكون عم تشعل له أصابيع العشرة ليرضى معناتها بتحبه عن جد. لك أنا قدامي جارتكم جديدة ما صار لي زمان بالبناية، بتحكي عليه بطريقة ما فيها احترام بنوب. هلا بدك تبرري له؟ لك ما عم برر له، ما بعرف ليش هيك هو عم يتصرف معها، بس يعني بحسها لئيمة وشايفة حالها، والرجال ذكي بيعرف ليش هيك المرة عم تحكي. يا ستي نيالو عليكي يتهنى. طبعا تعي فوتي وين رايحة؟ لا لا بخاطرك خلص هلكت. يلا باي. بقى أنا بإيدي هدول نزلت ونقيت لك هدية عيد زواجك. معناتها أنا هلأ صرت متشوق أكثر إني أشوفها. إيه شوف، ولا تنسى تبوسها لمرتك وتتشكرها منيح عليها. يا ستي المهم أنا هلأ بعرف المزبوط، بعرف مين المزوق والفهيم. وبدك تتشكرني إلي كمان لما ترجع على البيت وتلاقيها مبسوطة ومشتاقة لك وحاببتك كتير. أوف كيف هي بقى؟ لأنه كانت ضايجة منك وبدها تنزل على السوق وتجيب هدية هيك أي كلام مثل كأنه واجب. أم أنا قلت لها لا ما بيصير، لازم تجيبي له شي مميز. أم قالت لي على شو دخلك؟ هلا هي هيك قالت؟ هلا يعني مو انه هيك بطريقة فظيعة، لا عادي، بس هيك حكت لي كم فصل عنك. على فكرة هلا هي صحيح رفيقتي وبحبها بس ما بتفهمك. لك انا شو صار لي من زمان عم اقول لك؟ لك لا بتفهمني ولا بتحس فيي بالمرة. هلا انا ما بدي انفهم غلط،
بس اليوم هيك ضايقت منها شوي. بالعادة بقول كتر خيرها قديش بتصبر عليك، بس اليوم حسيت انه مرات بيكون معك حق وقت اللي بتحكي. شفتي؟ ليش شو حكيت لك؟ كيكي حكي بلا طعمة، فصول صغيرة يعني، شو بعرفني انه قديش عم تضحي وقديش عم تحملتك. على فكرة لو انا بدي اصطاد بالمية العكرة واشتغل لمصلحتي مزبوط كنت حرضتها اليوم عليك، كانت جاهزة انه تسمع هيك حكي. بس انا قلت لحالي اعملي بأصلك يا بنت، هديت لك ياها وروقتها وعلمتها هيك شلون شوي ترضيك. ستي لا تعزبي حالك، ما في منا امل بنوب. أنا شو صاير لي؟ بدي أخربها بين رفيقتي وجوزها؟ كيعيب الشؤوم عليك يا لميس، عم تألفي قصص وتخترعي مش عند خليه يكرهها؟ لهون وصلت معك؟ بالأول على القليلة كنت متردد، على القليلة عم يجعك ضميرك شوي، هلأ شو؟ صار عادي تحرضي عليه وتحرضي عليها؟ لا عم لك شو صاير لي أنا؟ بس يعني ليش لحتى تحملها كل هالقد؟ مو من حقي غار على حبيبي وبعد أي مرة تانية عنه؟ هو إذا مرته ماشي بهوي، هو ما بيحبها إله، هو بيحبني إلي. مين بتكون مرته بهالحالة؟ مرته الحقيقية مو على الورق. مين؟ أمي لا تنسي أنا اليوم رايحة أتغدى عند رفيقتي. شو بنتي؟ أنا شايفة صحتك مع هالبنت زادت. يا أمي مو طلع كل الحكي اللي عليها ظلم بظلم؟ يعني طلعت البنت ما في عليها شيء، وأنتِ ما بترضي بالظلم صح؟ إيه بنتي أنا ما برضى بالظلم، بس إن شاء الله أنتِ ما تطلعي الغلطانة. لا مالي غلطانة، واثقة كثير كمان. ماشي. يلا بخاطرك توصيني شيء؟ الله يخلي لي إياك. الله يحميك يا رب. احنا جينا. اهلين ماما. اهلا وسهلا. مرحبا خالد. اهلين يا بنتي. نجوى رفيقتي وماما طبعا تشرفنا. اهلا وسهلا ماما. نحن رح نفوت على الغرفه نتغدى جوا مشان نحكي على راحتنا. تمام طيب على راحتكم. اهلا وسهلا. ايه تعي خليني اعرفك على بابا. لك لا لا تقومي هلا، بس يقوم نبقى متعرف. طيب لكن خليني بس سلم عليه. ماشي. مرحبا بابا. اهلين. جيت أنا ورفيقتي، هلأ بس تقوم بعرفك عليها، إيه؟ طيب. يا ستي من وقت ما توفى أخي الله يرحمه هو على هالحالة، الكلمة بالزور لتطلع منه. يا الله يعينه، تعي شوفي أمي لكام، من وقت ما راح نادين كمان على نفس الحالة. لا بعيد الشر لا تفاولي عليه، يلا تعي ورجيكي غرفتي. شوية سلطات ومقبلات على كيفك. تكرم عيني، تحب شيء تاني أستاذ؟ لا شكراً. والله صارت جد. ليش كنت عم تمزحي؟ انا ما بحب المزح بهالمسائل ابدا. اي ولا انا، طالما قلت علي عزيمه يعني علي عزيمه واجب. واجب؟ لا خلاص. عفوا انا كاني اخذت وش عليك وكترت بعتذر. خدي وش قد ما بدك، هذا الشيء كثير بيسعدني، انا ما بحب الرسميات ابدا. يعني هيك طبعك مع الكل؟ بشكل عام ما بحب الرسميات، مو كل الناس بحب تاخذ وش. إيه لا بكير كتير، يعني هو واضح إنه مهتم فيني وأنا بصراحة مالي متضايقة من هذا الاهتمام، بالعكس مبسوطة كتير، بس بكير كتير. طبعا بكير كتير، يعني مو لأنه أستاذ ظريف ولطيف معناته خلاص. بعدين مو أنتي قلتيلي إنه في واحد عاتبه على لطفه معك؟ معناته الأستاذ متعود يوزع لطف على الرايح والجاي. حبيبتي لا ما بعرف ما بظن، بس هو قال قصة وخلصت. اي خلصت، بس لا تنسي انها كانت مع طالبة من المعهد كمان. لا ماني متأكدة، انا بصراحة وانا طالعة من المعهد سمعت صوتها بس ما التفت عليهم، طلعت هيك بطرف عيني. هلا حتى ولو كانت بنت من المعهد وقصة وخلصت وين المشكلة؟ اختي ما بعرف، عقلك براسك بتعرفي خلاص قصطفلي. لك شو بك؟ كأنه ما عجبك الموضوع. لا مو هيك،
بس انا بصراحه ما بدي حدا يتسلى بمشاعرك. ايه لا بقى، شايفتيني هبله ولا فاتحه بابي للتسالي؟ لك لا انت الثانيه، ليش هيك فهمتيني؟ يعني انا اصلا كنت عم بحكي مشانك، بعدين مو انت هداك اليوم كنت عم تحكي مشاني؟ ها؟ تعالوا اشربوا قهوه يا صبايا. ايه قومي قومي، خليني عرفك على بابا بعدين بنرجع بنكمل حكي. قومي يلا. ايه لا اليوم ما بلحق، عندي درس بالمعهد، يا دوبني اشرب قهوتي واحمل حالي وامشي. والله ما حكينا منيح. طيب اسمعي، المرة الجاية بتجي لعندي بس ما بيكون عندك دروس. ها خلص ما أنا محسوبة. ماشي ان شاء الله. يلا تعالي. مرحبا. اهلا وسهلا نجوى رفيقتي. اهلين عمو. اهلا وسهلا، تفضلي. شكرا. كيفك عمو؟ الحمد لله عمو بخير. ايه والله الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. شوفي يا الدنيا لك عمو غير العمل الصالح. ليكو الغالي انخطف خطف من بين ايدينا، خطف كأنه ما كان. الله يرحمه ويصبركم عمو. بفهم من حكيك انك متمرد، متمرد على كل شيء. ما في اي شيء عاجبني، اعطيني واقع بشهي وانا مستعد انحني قدامه يا ستي. بتضل تقول الحرية الحرية الحرية، هيك بكل شيء ما عندك ولا اي استثناء؟ ولا اي استثناء، ما في اي شيء ممنوع، ولا اي شيء. انا ماني معك، يعني بيبقى بعض الشغلات الاخلاقية مثلا لازم يكون في شيء ممنوع. انت قلتيها اخلاقية، يعني الانسان بينضبط فيها بنفسه، ما بتنفرض عليه من برا. واذا ما انضبط؟ في قانون طبعا، ما عم قلك انه الانسان يروح يقتل، طبعا ما رح وافق. اكيد ما رح توافق، بس القتل مانو الغلط الوحيد بهالدنيا. كل شيء بتصنف تحت اسم جريمه لازم يتحاقب بالقانون، واي شيء تاني فهو حريه مطلقه. مثل ما بدك. على فكره يوم اللي كنت مسكر مر خلدون وسال عنك، يمكن يكون قال لك او انا حتى قلت لك، بس ما قلت لك انه انا في عندي حدا بيعرفه. ايه ايه يعني صار شوية حكي. انا ما دخلني، هو حر، واذا كان قصدك من هالاسئلة مشان تعرفي اذا انا قبلان صداقة خلدون وبعرف حقيقته ولا لا، بقلك ايه انا بهي كمان مع الحرية المطلقة. شو عم يأذيني هو؟ هي حياته الشخصية، انا بشوفه بالحياة مع اصدقائه بافكاره بمشاعره، انسان كتير شفاف ونظيف. ايه لا تستغربي، نحن ما تعودنا، نحن مجتمع منخبي عيوبنا ومنقول ان نحن مجتمع طاهر ومثالي، وبنفس الوقت اخلاقنا عالي العال، وبننحني قدام شخص بس لانه تاجر كبير ومعه مصاري. الله اعلم منين جايب هالمصاري وعلى كم راس داعس لواصل لهون، وبنجي قدام هيك حالي منقول يا لطيف معقول في هيك ناس؟ معقول نقبلهم ونعتبرهم اصدقاء؟ اكيد مو انا اللي بنحني قدام هيك اشخاص. بعرف بعرف، انا قصدي هالازدواجيه والكذب تبع مجتمعنا. هداك بنضرب له سلام وهذا بصير منبوذ. ليش؟ شوفوه كإنسان مو حسب ميوله وطريقة حياته. في واحد بيحب النظام، واحد بيحب الفوضى، بس اثنين مناح. في واحد بيسمع أم كلثوم، واحد بيسمع هي الصراعات، كمان اثنين مناح. ليش عم نحاكم البشر بهي الطريقة؟ طيب نحن مختلفين بهالشغلة، يمكن متفقين على المبدأ، بس الضوابط اللي عندي يمكن تخلي هامش الحرية أقل من اللي أنت بتتمناه. طيب بدي أسألك سؤال، شو رأيك بعلاقة حب مو رايحة على الارتباط، بتقبليها ولا لا؟ السؤال هو ليش ما تروح على الارتباط؟ إذا هن الاثنين بيحبوا بعض معناتها أكتر شي بيتمنوا أنهم يكونوا سوا كل الوقت. مو بالضرورة، في ناس رافضة هاي المؤسسة وبتعتبرها قاتلة للحب. وأنت منهم؟ مو بالمطلق، بس أنا غالباً بقول إيه إنها قاتلة للحب، بس طبعا في استثناءات. انا مثلا مو رافضه، بس لازم اكون حبيت كثير منيح وعرفت البنت اللي بدي اعيش معها كثير كثير منيح، يعني لاقصى حد قبل ما ارتبط فيها. طبعا هذا الشيء لصالحها ولصالحي مو بس لي لحالي. وقت تتعرف عليها لاقصى حد بتلاقيها مو مناسبه او هي تلاقيك مو مناسب، بتكون خسرت كل شيء. ها شايفه، هذا هو تخلفنا، خسرت كل شيء. يا لطيف ليش؟ شو خسرت؟ خسرت روحها، عقلها، شخصيتها؟ يمكن لا. ايه ها؟ شلون عم تقولي خسرت كل شيء؟ ليش هالتفكير؟ والله يا غسان انت واحد خطير.
خلص هلا ما رح نحكي بهالشغله، لازم ارجع على شغلي. بس هلا نحكي بعدين. اكيد رح نضل نحكي بالاذن. Oh,